عضو اتحاد الكرة السيد أحمد الموسوي تسمية مدرب المنتخب الوطني ستحسم خلال الشهر المقبل. نتابع. طبعا هي زاد عن 20 مدرب طلعوا على السيرة الذاتية بالنسبة للجنة الفنية ولجنة إدارة المنتخبات، ورفعت الأسماء إلى الاتحاد العراقي. تقلصت طبعا هذه القائمة إلى مجموعة من الأسماء اللي راح يصير تواصل وياها خلال الأيام القليلة القادمة، وإن شاء الله الشهر القادم راح يكون الإعلان آخر وقت لإعلان إعلان الرسمي عن المدرب اللي يقود المنتخب الوطني في الفترة القادمة إن شاء الله. يعني اسم كبير له سيفي محترم، يتواجد في بغداد، يتابع الدوري العراقي، يعني أسلوبه يتناغم مع أسلوب اللاعب العراقي. السيفي أو السيرة الذاتية أعتقد أنه أو يجب أن تكون هناك مجموعة من الإنجازات اللي حققها هذا المدرب واللي على ضوءها راح يتم اختياره. يعني كل الاتحاد الخليجي وافقت على المشاركة في بطولة الخليج، وهناك لجنة راح تزور البصرة يعني بشكل دوري، راح توصل يوم السبت إن شاء الله.